نروح أيضا لأخبارنا لليوم. معنا أول خبر، رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أسماء آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لما يوليه من عناية فائقة بقضية الإعاقة، مشيرا بأنه حفظه الله شارك في تأسيس الجمعية قبل 40 عام، وجاء ذلك في الحفل الختامي الذي أقيم يوم أمس للدورة 26 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، والذي أقيم أمس في مكة بحضور ضيف شرف الحفل عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ صالح بن حميد.